إلى سوريا وعملوا شبكات تسفير. وسامحوني هنا احنا منعنا 6000 من السفر وفككنا شبكات، لكن نفاجأ بأن ضد الجهاد ونفاجأ بمنظمات حقوقية تحتج علينا علاش نمنعوا في تسفير هؤلاء. أنا أقول لكم علاش نمنعوا في تسفير هؤلاء، لأنه شبابنا يوضع في الصفوف الأمامية، شبابنا عملهم الاحتطاب والسرقة ومدهمة القرى، شبابنا في سن متفتحة البكور وفي ميعة الصباء، بنات سامحوني في الوقاحة دخلوا لذلك يتداول عليهم 20 و30 و100 ويرجعون ليحملوا ثمرة ذلك الاتصالات الجنسية، واحنا باسم جهاد النكاح واحنا ساكتين مكتوفي الأيدي. هذا كله ما عادش. عندنا 86 من اللي يسطروا فيهم أخرهم منذ يومين اعترضنا عليهم، 86 موقوف أوقفهم القضاء، عدد المصرحين منهم 6000 شاب أنقذناهم، للأخت العجول والأم الثقلة والمرأة الأرملة المعتصمة عنا غادي في الداخلية والمعتصمة في الخارجية.